والآن السادات والسادة الحضور الكرام، دعونا نستمع إلى الشخصية التي كان لها الدور الأكبر في تحويل هذا الحلم إلى حقيقة، شخصية لها بصمات واضحة في مجال التعليم والاستثمار في مستقبل الأجيال، رجل أعمال ذو رؤية استراتيجية آمن بأن التعليم هو أساس التقدم والنهضة، فجعل من الاستثمار في المعرفة بوابة نحو التغيير والابتكار. فلنرحب معا بالمهندس محمد الرشيدي، العضو المنتدب لشركة تعليم ورئيس مجلس أمناء جامعة بادية، ليحدثنا عن رحلته مع جامعة بادية ودوره الرائد في الاستثمار والتعليم. صباح الخير على حضراتكم. سيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، سيد الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دكتور شريف الشربيني وزير المجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عبد العطيف وزير التربية والتعليم، السادة الوزراء ورؤساء الجامعات، السيدات والسادة الحضور الكرام، أهلا وسهلا بحضرتكم في رحاب جامعة بادية، أول جامعة في مدينة أكتوبر الجديدة التي كانت حلم من سنتين ونص. اليوم بفضل الجهود مع شركائنا في بالم هيلز وبفضل دعم وجهود أخي وصديقي ياسين منصور، تحول هذا الحلم لحقيقة وواقع لننافس في تقديم تعليم عالي جودة ونحدث فارق حقيقي في حياة أجيال قادمة. أنا بعتبر اليوم هو لحظة استثنائية ومهمة في منظومة التعليم الجامعي في مصر، إضافة جديدة لمنظومة التعليم العالي، لأننا أسسنا جامعة بادية وفق رؤية ارتكزت على أن التعليم عملية مستمرة وركيزة أساسية لبناء المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعشان كده احنا اخترنا أن يكون شعارنا في جامعة بادية learn to live, live to learn، لأننا بنتعلم عشان نبني حياة، وفي نفس الوقت عملية التعلم رحلة مستمرة لا تنتهي، لأن كل يوم في تطورات جديدة علينا أن احنا نواكبها. وهنا خليني أذكر لحضراتكم بعض المعلومات والأرقام عن جامعة بادية. المخطط العام للجامعة مقام على مساحة 167 ألف متر، وبيضم حوالي 76 ألف متر مسطحات تدريسية. المرحلة الأولى التي أقيمت مقامة على مساحة 80 ألف متر، وتضم 35 ألف متر مربع مسطحات تدريسية غير مناطق الخدمات الطلابية. جامعة بادية بتضم خمس كليات، بعتذر الورق لزق في بعضه. جامعة بادية بتضم خمس كليات، كلية الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والحاسبات وعلوم البيانات والإدارة والاقتصاد التطبيقي. في المستقبل هنوصل إن شاء الله لسبع كليات طبقاً للقرار الجمهوري التي أسست عليه، لأننا هنضيف العام القادم المستشفى الجامعي وكلية الفنون التطبيقية وكلية الهندسة. واليوم وإحنا بنفتح جامعة بادية بنخطو خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 اللي بتضع العلم والتعليم والبحث العلمي في قلب استراتيجيتها التنموية. ولم يغيب عنا طوال تأسيس الجامعة توجيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2018 بضرورة أن تكون الجامعات المصرية الجديدة لديها شراكات مع أفضل 50 جامعة في العالم، وإحنا بنفخر بشراكتنا مع جامعة تكساس الطبية المصنفة حالياً رقم 34 على العالم. إحنا اشتغلنا من البداية على بناء شراكة قوية مع جامعة تكساس الطبية، والشراكة دي تمتد حتى إلى مجالات البحث العلمي وتبادل المعرفة.
ومن خلال هذه الشراكة هنقدم لطلابنا تجربة فريدة تجمع بين التعليم الأكاديمي الراقي والإعداد العملي المتطور. وتم تصميم مناهج لتعكس أحدث التطورات العلمية والتقنية وتضع الطالب على مسار موازي لسوق العمل، بحيث يكون على أتم استعداد لمواجهة التحديات المتزايدة في مجاله. وما يميزنا في جامعة بادية هو كفاءة أعضاء هيئة التدريس التي تم اختيارهم بعناية، لأننا اخترنا أساتذة بيجمعوا بين الخبرة الأكاديمية والعملية، وعشان نضمن بيئة تعليمية تحفز على البحث والتطوير وتتيح للطلاب الاستفادة القصوى من التعلم العملي بالإضافة إلى المرافق الجامعية المتطورة والبنية التحتية التكنولوجية اللي بتوفر للطلاب تجربة تعليمية شاملة تعزز من إمكاناتهم وتطور من قدراتهم في مجالات تخصصهم. الطلاب هتعيش تجربة جامعية مميزة، لأن حتى الحياة الجامعية في بادية احنا صممناها بأنها تكون مليانة بالأنشطة والفعاليات، وعندنا برنامج كامل سنوي لهذا بالاشتراك مع مؤسسات حتى رياضية زي UFC جيم السكشن اللي هو بيدير الأنشطة الجامعية واكتشاف المواهب في أمريكا ويحققوا فيها نجاحات بالإضافة لنجاح في دراستهم. في الحقيقة وجودنا هنا النهاردة بيقول أن مصر قادرة على تقديم نماذج تعليمية رائدة وقادرة على المنافسة عالميا، وقادرة على إنتاج خريجين عندهم قدر كبير من العلم والمعرفة والقيم. قبل ما أختم كلامي أنا كان نفسي أقول كلمة من قلبي. أنا شخصيا اتولدت في عائلة صناعية واستثمرت واشتغلت في مجالات عديدة، صناعة وزراعة وخدمات طبية، ولما اتجهت لصناعة التعليم رغم صعوباتها عمري ما حسيت بإشباع ورضا في عملي زي الصناعة دي. أنا بسميها صناعة لأنها بتنتج الثروة البشرية اللي بتولد القيمة الحقيقية للدولة وبتكون وقود التنمية الحقيقي، وفاهم كويس قوي ولامس اهتمام سيادة الرئيس والحكومة بهذا القطاع، والسبب لأنه الأمل والأمل والأمل الأكبر كمان. عشان كده بقطع وعد وعهد علينا أن جامعة بادية هتكون أحد الركائز المهمة والمؤثرة في هذا القطاع، وهتبقى نموذج يحتذى به إن شاء الله. ودلوقتي أنا لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بخالص شكري والتقدير للسيد رئيس الجمهورية الذي لا يدخر جهدا في دعم التعليم وتطويره، والسيد رئيس مجلس الوزراء وحكومته على الجهود الكبيرة في تطوير منظومة التعليم العالي، والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي أطلق استراتيجية وطنية ترتكز على التنمية المستدامة والتحول نحو جامعات الجيل الرابع ولمواكبة التوجهات العالمية. كما أود بقى أن أشكر شكر خاص الدكتور حسام الملاحي أخي وصديقي ورفيق الدرب ورئيس جامعة بادية على جهوده الدؤوبة في قيادة هذا المشروع الكبير والخروج به إلى النور. كما أشكر زملائي أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التعليم وأعضاء مجلس الأمناء على كل الدعم اللي قدموه لإنجاح هذا المشروع، وكمان العاملين والشركات العاملة على هذا المشروع كانوا أبطال الصراحة، خلصوا في سنة وأنجزوا إنجاز عظيم. وفي الآخر أشكر شركائنا شركة بالم هيلز وعلى والستاف كله في الشركة على كل الدعم، وعلى رأسهم طبعا المهندس ياسين منصور اللي أخصه بكل الشكر على إيمانه وكل الدعم اللي قدموه لإنجاح هذا المشروع في زمن قياسي. شكرا شكرا شكرا. وفي النهاية بشكركم جميعا على مشاركتنا في هذا اليوم المهم، وأهلا بكم مرة أخرى في جامعة بادية، وإن شاء الله يعني نتقابل في افتتاح المرحلة الثانية وجامعات أخرى بإذن الله. شكرا.